بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندرس بإذن الله تعالى قصة صالح عليه الصلاة والسلام. نعم، قصة نبي الله صالح عليه السلام. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ذكرنا فيما تقدم أن الله سبحانه وتعالى يذكر قصة هود وصالح عليهم الصلاة والسلام دائما، لأنهم من العرب العاربة، وأنهم كانوا في الجزيرة، وتقدم هود عليه السلام، ثم بعد هذا، بعد أن أنجى الله سبحانه وتعالى هودا ومن آمن معه، جاءت قصة صالح عليه السلام. نعم، الناس توعدهم الشيطان وأقسم بعزة الله على إغواء بني آدم، فعندما نجى الله سبحانه وتعالى هودا عليه السلام ومن آمن معه، واتضح للناس أن دين الله سبحانه وتعالى هو الحق، وأن أهل الشرك لا يبقى لهم أثر ولا يبقى لهم خير ولا يبقى لهم ذكر، عاد الناس إلى عبادة الأصنام في منطقة يقال لها الحجر. الحجر على ما يقول العلماء رحمه الله تعالى منطقة بين الحجاز وتبوك، الشمال الغربي من الجزيرة العربية، ما يعرف الآن بمدائن صالح عليه السلام. جاءت سورة في القرآن باسم الحجر. الحجر إن في ذلك لقسم لذي حجر، لذي عقل. هؤلاء الذين كذبوا صالح عليه الصلاة والسلام، العقل يمنع الإنسان من التصرف فيما لا ينبغي، ولهذا يحجر، يقول على السفيه، صحيح أو لا؟ فسبحان الله، هؤلاء كانوا في منطقة اسمها الحجر، منعوا من رحمة الله لأنهم اختاروا العذاب واختاروا الشقاء، ولم يكن لهم عقول يفقهون بها ويؤمنون ويصدقون هذا النبي الكريم صالح عليه السلام. لو تنظر في اسم هذا النبي، اسمه صالح، وهؤلاء قوم ثمود، قالوا الثمد هو الماء القليل الذي لا مادة فيه، يعني لا المكان ولا الاسم. نعم، وصالح على ما سيأتي معنا عليه السلام كان يعرف في قومه برجاحة العقل وما إلى ذلك، لكن نصر عافية السلامة كذب من أكثر قومه. نعم، كذب أصحاب الحجر المرسلين. هم كذبوا صالح عليه الصلاة والسلام، لكن التكذيب بنبي واحد هو تكذيب بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولهذا أمرنا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. الله سبحانه وتعالى امتن على هؤلاء بأن جعلهم خلفاء في الأرض من بعد قوم عاد، عاد الأولى، ومن عليهم بمنن كثيرة، منن أخروية ومنن دنيوية. من المنن الأخروية أن الله سبحانه وتعالى بعث فيهم صالحا عليه الصلاة والسلام. المنن الدنيوية من أعظمها في قوم صالح عليه السلام الأمن، وأنهم كان لديهم جنات وعيون مياه، و كذلك نخل طلعها يعني
هذه الأشياء من المنن التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليها، وأعظم منا دنيوية لديهم هي نعمة الأمن. نعم. تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، يعني يسكن السهل، وكذلك الله سبحانه وتعالى مكن هؤلاء من أنهم يشقوا الجبال ويصنعوا فيها مساكن، كما حدث في قوم هود عليه السلام حدث لهؤلاء. نعم. قال الذين جابوا الصخرة بالواد، جابوا أي قطعوا وثقبوا. نعم. وهذا كان من الأمن عندهم، وكذلك لم تكن هناك حاجة لهذه المساكن، لكن هذا من كما ذكرنا في قوم هود عليه السلام أن هذا من الترفه. نعم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، يعني لا خوف ولا حاجة، لا خوف، ليس عندهم خوف من أي شيء، أمن، وكذلك لا حاجة لهذه البيوت، رفاهية. نعم. مبعث صالح عليه السلام. نعم. الله سبحانه وتعالى بعث إليهم نبيا كريما منهم. نعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كانوا يتأملوا أن هذا صالح سيكون له شأن فيهم، كما كان الحال في كفار مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، فعندما جاءهم بالحق وجاءهم بالتوحيد كذبوه وقالوا عنه ساحر وكذاب، وكذلك قالوا في صالح عليه السلام. نعم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى توحيد الله وترك الشرك. نعم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، كلكم لآدم، وآدم عليه السلام من تراب، والله سبحانه وتعالى أمرنا بعمارة هذه الأرض. نعم. بتوحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، أمرهم بالاستغفار والتوبة مما وقعوا فيه من عبادة الأصنام والأوثان، وكذلك أنه ذكرهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وذكر أن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه قريب سميع مجيب سبحانه وتعالى. نعم. ألا تتقون. نعم. فهو استعمل معهم الترغيب والترهيب. نعم. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذا حال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى مخلصين له الدين، لا يريدون من أقوامهم جزاء ولا شكورا. نعم. جواب قومه له بماذا أجاب هؤلاء؟ آمن لصالح عليه السلام نفر قليل، والملأ الذين كان لهم شأن وكان لهم رأي ماذا صنعوا؟ نعم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه
هذا السؤال ليس للاستعلام للاستفهام، لا، هذا السؤال نسأل العافية والسلامة للاستكبار، وللاستكبروا واستعلوا على هؤلاء وأنكروا كيف أن هؤلاء يؤمنوا بصالح عليه السلام. نعم. قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. نعم، بدأ الآن هؤلاء يظهروا الكفر والعناد والاستكبار. نعم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. بدأوا بمجادلة صالح عليه السلام، وشككوا في نبوته ورسالته وفيما جاء به وعلى ما كان عليه أسلاف هؤلاء من المشركين نسأل العافية والسلامة، أنهم أرادوا أن يكونوا على ما كان عليه الآباء والأجداد من الكفر وعبادة الأصنام. نعم. إنما أنت من المسحرين. سبحان الله، قبل هذا كان فيهم ذا شأن وصلاح وحكمة ورأي وتأملوا فيه أن يكون له يعني شأنا فيهم، والآن يقول أنت ساحر وكذاب وتطيروا به وما إلى ذلك. نعم. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. ثم تحدوا صالح عليه السلام بأن يأتي بآية، وتفننوا في هذه الآية، اشترطوا على صالح عليه السلام شروطا، وقال لابد أن تكون هذه الآية على وصف كذا وكذا وتخرج كذا ولها كذا وكذا على ما سيأتي معنا. الآية هي آية لهم وفتنة على ما يأتي. نعم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. سبحان الله، الذي يدل الناس على الخير وعلى الصلاح والاستقامة وعرف فيهم بأنه ذا عقل يردوه، واتبعوا من كان على سفه وما إلى ذلك على ما سيرد. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. نعم، كما صنع كفار مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم صنع هؤلاء مع صالح، قالوا أنه كذاب ومتكبر. نعم. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. أيضا ذكروا أمر عرف في كل الأمم نسأل العافية والسلامة، وهو التطير التشاؤم. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم أو أزمنة أو أمكنة، وهذا كثير في الأمم نسأل العافية والسلامة. والأصل في التطير أنه من الشرك الأصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. المسلم لا يتطير أبدا، المسلم دائما يتفاعل. فهم ما أرادوا حتى السماع أو الجلوس مع صالح عليه السلام، وقالوا كل يعني ما يحصل
للواحد منهم شيء أو مصيبة أو كذا أو فقد مال أو كذا، يقول هذا بسبب صالح عليه السلام ومن آمن معه. نعم. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. نعم، أي ما يصيب هؤلاء هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا علاقة لصالح عليه السلام ومن آمن معه، بل الأمر يقتضي خلاف ذلك، لأن صالح عليه السلام يأمرهم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الله سبحانه وتعالى موجبة لجلب كل خير ودفع كل ضر بإذن الله. نعم. قصة الناقة. قلنا أنهم اشترطوا على صالح وطلبوا منه أن يأتيهم بآية، وتفننوا في ذكر هذه الآية. نعم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. نعم، قالوا لصالح عليه السلام، كان لديهم صخرة، قالوا نريد أن تخرج لنا آية وهي ناقة من هذه الصخرة، وتكون الناقة أكبر من جميع ما نعرف من النوق، وتكون حامل في الشهر العاشر عشراء، يعني في شهرها العاشر، يعني أشرفت على الولادة، وتكون كذا وكذا وكذا، واشترطوا عليه شروط، وقالوا أنهم لن يدخلوا في دين صالح عليه السلام حتى يخرج لهم هذه الناقة. فالله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء صالح عليه السلام، قام يصلي ويدعو، ودعا الله سبحانه وتعالى فانشقت هذه الصخرة وخرجت منها هذه الناقة. رأوها وأبصروها وعلموا أن هذا ليس بسحر، لأنهم كانوا يشربوا من لبنها، وترد هي تشرب يوم ولهم ويحلب في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء، واليوم الآخر لا تشرب فيه وهم يشربوا الماء. نعم. قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. ناقة الله أضافها الله سبحانه وتعالى لنفسه إضافة تشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى في عيسى عليه السلام روح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه تشريفا. وطهر بيتي، أضاف هذا البيت له سبحانه وتعالى إضافة تشريف. نعم. وحذر صالح عليه السلام من أن يقربوا هذه الناقة. نعم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. نعم. فيأخذكم عذاب قريب. نعم، حذرهم أنهم إذا تعرضوا لهذه الناقة بعد أن طلبوا من صالح عليه السلام هذه الآية وجاءتهم وكانت آية وفتنة لهم، أنهم لو تعرضوا لها يحل بهم عذاب أليم وقريب. نعم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. سبحان الله، مع كفرهم كانوا يشربوا من لبنها، ورأوا هذه الناقة ولم يؤمنوا، بل أنهم زادوا عنادا واستكبارا، وأنهم أرادوا قتل هذه الناقة. اتفقوا على قتلها، لكن الذي باشر القتل هو واحد منهم، والله سبحانه وتعالى نسب القتل إليهم جميعا. لماذا؟
لأنهم اجتمعوا على هذا الأمر. ولهذا يعني يذكر الفقهاء مثلا في القصاص والقتل وكذا، لو أن اجتمع أناس على قتل الرجل، واحد قال أنا أمسك اليدين، وآخر قال أنا أمسك الرجلين، والثالث قال أنا أحرس في الخارج، والرابع قال أنا أخذ الهاتف حتى لا يتصل على الشرطة مثلا، فلو اتفقوا تمالعوا يقتلوا به، يقتل الجماعة بالواحد. نعم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. نعم، لهم يوم يشرب فيه الماء واليوم الآخر هي تشرب ويحلب، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى عليهم أنها يوم ماء ويوم حليب. نعم، ويكفيهم. نعم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. نعم. فعقروها فأصبحوا نادمين. عقرها واحد منهم و قال لهم صالح عليه السلام: تمتعوا في داركم 3 أيام. نسأل العافية والسلامة، ما ارتدعوا، ما آمنوا بصالح عليه السلام عندما جاءهم بالتوحيد، ولم يؤمنوا بهذه الآية التي جاءت على ما طلبوا، ومع هذا تحدوا صالح عليه السلام بعقر الناقة وقتلها. ثم بعد هذا استعجلوا العذاب. بماذا؟ بأن اجتمعوا على أن يقتلوا هذا النبي عليه السلام، صالح عليه الصلاة والسلام. نعم. إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. نعم، الله سبحانه وتعالى استجاب لصالح عليه السلام بأن أخرج لهم هذه الناقة على ما طلبوا فتنة وآية لهم. نعم. ارتقب ماذا يصنع هؤلاء، واصبر ولا تستعجل عليهم. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. أخذ هذه الناقة وعقرها أولا ثم بعد هذا قتلها. نعم. كذبت ثمود بطغواها. نسأل العافية والسلامة. وكان جزاء هؤلاء من جنس العمل على ما سيأتي بإذن الله تعالى. نعم. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. رسول الله وصالح عليه السلام ناقة الله وسقياها، يعني احذروا التعرض للناقة وسقيا هذه الناقة بأن لها يوم ولكم يوم. نعم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم صيحة ورجفة، وجاء في القرآن جاءت الصيحة والرجفة ودمدم عليهم، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. نعم، لأنهم طغوا وكان جزاء من جنس العمل. نعم. محاولتهم قتل النبي صالح عليه السلام. نعم، ومع هذا يعني ما رأوا كل ما يعني جاء لهؤلاء من الآيات وأن أمهلهم 3، لم يقلعوا ولم يرجعوا ولم يتوبوا. نعم.
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني هؤلاء أوباش وعرفوا بأنهم أهل فساد، نسأل الله العافية والسلامة، لا صلاح، يعني لا يعرف منهم يعني شيئا في الإصلاح، هم أهل إفساد فقط. نعم. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. بعد أن عقروا الناقة استعجلوا العذاب وقالوا نسأل العافية والسلامة أن العذاب سيأتيهم، فاستعجلوا يعني العذاب قبل الثلاثة أيام بأن اجتمع هؤلاء التسعة على قتل صالح، تقاسموا بالله أي عاهد بعضهم بعضا على قتل صالح عليه السلام، ثم قالوا بعد هذا إذا سأل عنه أولياء الدم نقول ما شهدنا مهلك أهله. نعم. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. أول من هلك في هؤلاء القوم هؤلاء التسعة، نزلت عليهم حجارة من السماء، ثم بعد هذا بدأت الأيام الثلاث، ومع هذا نسأل الله العافية والسلامة لم يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أنجى الله سبحانه وتعالى صالحا عليه السلام ومن آمن معه. نعم. هلاك قوم ثمود. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فما ادعى هؤلاء من القوة والعزة كان عليهم وباء نسأل العافية والسلامة، والله سبحانه وتعالى أنجى من آمن مع صالح وصالحا عليه السلام. نعم. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. جاثمين يعني جثث بلا أرواح نسأل العافية والسلامة، كأن لم يكونوا يعني يتمتعوا فيها بهذه النعم والأمن والجنات والعيون والنخل. نعم. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نسأل العافية والسلامة، وهذه نهاية كل ظالم متكبر معاند مستكبر، تأتيه الآيات والبينات من الله سبحانه وتعالى ولا يتوب ولا يرجع. هذه القصة فيها من العبرة والاتعاظ أن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أرسلهم بالهدى ودين الحق، ويجب على أقوامهم تصديق هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والإيمان به وعدم الاستكبار والعناد. وإذا جاءت الآية الأصل أن المسلم الموحد يؤمن بهذه الآية ولا يعاند ولا يستكبر. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم قصة نبي من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، بل هو أبو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خليل الله إبراهيم عليه السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد.
تعطونا فوائد من هذه القصة. نعم هاي شيء. نعم، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فعندما دعا صالح عليه السلام استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه. نعم يا أخي. نعم، أن لكل نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أعداء، وهذا الطريق الذي سار فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لحقهم ما لحقهم من الأذى والتكذيب والعناد والاستكبار وما إلى ذلك، فلا بد أن يلحق أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم يا أخي. ما كانك بس تمام خلاص وصلت لها. يقول أن العقول لا يمكن أن نرجع إليها، لابد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، وهؤلاء وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا، وهؤلاء أطاعوا هؤلاء الملأ، والملأ من آل فرعون على ما سيأتي. نعم، فالشأن كل الشأن أن تعرف أن سعادة المرء في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا طريق إلى النجاة أو السعادة أو الهداية إلا بأن تسلك طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم نعم الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. صالح عليه السلام كما قال هود عليه السلام وكما قال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما أرادوا منهم جزاء ولا شكور ولا أجر، وكان في أول الأمر هذا الذي تراه كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد عليه الصلاة والسلام، لكن العاقبة تكون للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلا تظن أنك في الجنة، لأن مشكلة يا الشيخ أن كثير من الناس اليوم يريد هذه جنة، صح ولا؟ هذه إيش؟ دنيا. فقالوا لصالح عليه السلام ماذا قالوا؟ قالوا تطيرنا بك، صح؟ وقالوا أنه ساحر، وقالوا أنه كذاب. بماذا رد عليهم؟ بالسفه؟ لا، قال أنه رسول من رب العالمين صادق وأمين يذكرهم بالله وما إلى ذلك. قامت عليهم الحجة. إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عليهم البلاغ، لكن كان هذا التبليغ للنبوة والرسالة على ما وصف الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. فقابل هؤلاء بماذا؟ بالصبر، صح؟ والتذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى والإعراض عما كان عليه الآباء والأجداد. يلا يا شيخ. نعم، يقول الفائدة من ذكر والسماع لقصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
أننا نؤمن بهم. فاليوم مثلا نقول نؤمن بأن صالح عليه السلام مرسل من ربه، وأرسل الله سبحانه وتعالى إلى قوم من؟ ثمود. وقلنا ثمود سبحان الله هذا صالح فيه صلاح صحيح، وهذا ثمود لا خير فيه، ما قليل ولا مادة فيه. والمكان الحجر، الحجر إيش هو؟ قلنا إما أنهم منعوا من رحمة الله عليه الصلاة والسلام أن اختاروا الشقاء واختاروا طاعة الشيطان، أو ليس لهم عقول. والآية قلنا لصالح هي الناقة، وخرجت على ما طلبوا ولم يؤمنوا، نسأل العافية والسلامة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه كما جمعنا في هذا المكان اجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.